السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة بروم رمز. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. حساب الفيسبوك، لو انت ناسي الاكونت بتاعك اللي هو الايميل، انا هقول لك الطريقه ازاي تسترجعه. اول حاجه بنعملها نفتح الفيس كده، تمام؟ نكتب في البحث اسم الاكونت اللي انت كنت عايز ترجعه، اللي انت ناسي الايميل بتاعه، وليكن مثلا انا هكتب ميتو عادل، والاكونت ده بتاعي يا جماعة، بس احنا ايه نقدر ان احنا ايه عايزين نرجعه يعني، تمام؟ بصوا بقى يا جماعة، انا هنا مكتوب فوق ايه اسم الموقع، facebook.com بروفايل، تمام؟ دوت بي اتش بي، تمام؟ اي دي بيساوي، شايفين كلمة بيساوي؟ بعديها على طول بناخد الرقم ده كده، ناخده كوبي، والكلام ده برضو على التليفونات يا جماعة، سواء موبايل أو كمبيوتر، الاتنين زي بعض بنفس الطريقة. هتقولي طب ازاي؟ هتفتحوا المتصفح بتاع جوجل كروم وتعملوا اللي أنا بقولكوا عليه ده، تفتحوا الفيس وتبحثوا عن الأكونت بتاعك. أول ما تلاقيه تخش على الأكونت زي ما أنا كده، دخلت على الأكونت، بناخد الرقم اللي بعد اللي يساوي كده، ناخده كوبي، نسخ اهوت، تمام؟ ماشي، نقفل الاكونت بتاعي اللي هو احمد التامي ده، ماشي، بنقفل الاكونت. بعد ما الاكونت ما يتقفل، بناخد الحساب زي ما حضراتكم شايفين كده، بنعمل له لاسك هنا اللي هو اللي كان بعديه يساوي زي ما قلت لكم، كان بادئ بواحد اهو، 1 3 0 2 2، تمام؟ فبتكتب بقى كلمة السر، انت طبعا بتكون ساعتها تكون انت ناسي الايميل بتاعك، بنكتب كلمة السر، بس انا هكتبها غلط عشان بس اوريكم حاجة كده، هتشوفوا ان هو ايه الاكونت استرجع تاني، تسجيل الدخول وصل، هيطلع هتلاقي الصورة بتاعت ميدو اهو، تسجيل الدخول باسم ميدو عادل. بصوا رقم الحساب اللي احنا خدناه كوبي، عرفتوا الطريقة يا جماعة؟ بس انا هقوم اكتب كلمة السر بتاعتي هنا بتاعت الاكونت، الصفحة ظهرت اهي بالرقم. هي ديت الطريقة بتاعت استرجاع الفيس بتاعك في حالة نسيان البريد الالكتروني، تمام، او رقم التليفون، وبتكتب كلمة السر هنا، بتعمل تسجيل دخول، خلاص يخش معاك، يفتح، مفيش اي مشكلة خالص، تمام يا جماعة. اي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات، ما تنسوش تعملهم لايك للقناة واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، واي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات وانا هعمل له فيديو ليه.